بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. برنامج كلام الناس متواصل بجولتي بمناطق بغداد، وها نحن اليوم نتواجد بإحدى مناطق بغداد العزيزة لنلتقي بأهالينا الكرام لننقل أصواتهم، توقعاتهم، أمنياتهم وقراءتهم للمشهد الحالي الساري في العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شلون كيف؟ الحمد لله سهل عليك. والله من الحلة. والنعم. شنو أخبار الحلة؟ والله أخبارها زينة إن شاء الله والحمد لله، إن شاء الله بخير. والله توقعات إن شاء الله سنة جديدة، إن شاء الله سنة خير علينا برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي. متفائل إن شاء الله. والله يحفظهم إن شاء الله ويستر عليهم إن شاء الله. إن شاء الله. شوف أنا مو بس أنت حضرتك حجينا. أنا ألتقي بكثير من الناس يعني يمدحون ويدعمون ويباركون ويتوقعون، نتمنى هذه الأمنيات تكون في محلها، ما يكون خذلان لأن تعبنا. إن شاء الله. أي والله تعبنا. أي والله. أنا عندي رجلين شوية المفاصل اثنيناتين ويراد لهم تبديل وإمكانية شوية تعبان. بخدمتك عمي. تحب نوديك ويانا مدينة الطب؟ يسوون عليك كشف وأطباء. على واي والله. مدينة الطب. عمي ابو حسين شلونك؟ الله يخليك رحمه الله. شلونك اليوم هنا؟ والله اليوم جاي حسين، جاي هم نشتري له اغراض، وهم قال شاف ابو حسين قال خلنا نسلم على ابو حسين. شلونك حبيبي؟ ايه. اخبارك؟ ايه. الله الله يعزك. من مدينة الصدر. شلون اخبار مدينة؟ والله بخير بخير بخير. رحم الله والديك. تمام تمام رحم الله والديك. شلون صحتك؟ اخبارك؟ تعال هنا. طبعا ها البضائع جديدة. طبعا احنا دائما كل جمعه وين نروح؟ نيجي هنا عندك نتونس بسوق الغزل، بس شويه انا اقول لك ما يخلون العالم طبعا تاخذ راحتهم شوي، اجي قال لك عزل. هو الشاب عندك وين يروح؟ هذا عنده شارع واحد وطيور وبغبغات. قصدك قصدك بسوق الغزل في يوم في كل يوم جمعه؟ بس القعده هو هذا يجيك تعشي كم برك. منو اتحادي له عمليات؟ منو؟ والله هي شو صايره خبطه ما معروفه، اتحادي عمليات. مو انا اقول لك هسه انت تشوف الشعب دايق يمشي. لا بس انت لا تنسى، انا اقول لك اذا ما بي سكر وضغط هذا مو عراقي معروف. اي يعني هاي العالم يعني ما حد بينا صاحي. يعني احنا انا لك مرات نجي الصبح واحد يتونس اطلع يعني كل احترام يعني نهائيا ماكو. كان قصدك في كل يوم جمعة؟ كل يوم جمعة. صح. مشكور. ماكو راحة. مشكور أخوي. لا حبيبي على الله ورحمة الله والديك. قلبك تاج راسك. الله يعزك. نرجع شوار. هلا أخوي شلونك؟ شلونك زين؟ أي والله. بسطية على باب الله. بارك الله فيك. مين مين أنت؟ قلت العبيدي. أي بالعبيدي شارع الجامع. والله تشتغل؟ الشغل ماكو قاعدين. كشو ماكو؟ والله كشو ماكو؟ بركت والله نقول ان شاء الله. يا والله حيلك الله يعزك يوفقك الله. بركت والله التشكيل هالحكومه شغلها الشباب يوفر الامور اللي يحتاجها ابونا امنا. والله نتفائل من وزير رئيس الوزراء يعني تامنا بهاي مال العاطلين عن العمل، هاي شغله البطاله، العالم تعبانه دايخه، وضعهم يعني محرج، هاي الشباب بدون يعني لا عمل ولا شغل، هاي اغلبيته خريجين، والشعب العراقي ظل هسه ما نقول يعني ماكو غير رحمه الله على هالحكومه ان شاء الله، والحكومه نتفائل بها بخير. الله يرضى عليك. شلونك استاذ؟ الله يبارك فيك. والله بخير الحمد لله. تفضل. والله اهلا وسهلا. والله بخير. شلون شوف الوضع؟ وضع نص ونص. شلون يعني نص ونص؟ هذا آه يكون الشعب مو بس انا. ان شاء الله مستقبلا شويه تصير الامور اصور. بس احنا خلصناها اتمنى واتصور واتوقع. وين الملموس اللي احنا نريد؟ بعدنا كل شيء ما نحبسه بس حكي. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير الجميع. احنا شنو نريد؟ ما نريد المعجزه. لا نريد طبيعي. عمل، صحه، امن. طالب طالب خطايا الشباب، خريجين. يعني اشوفه يعني ملل صار ملل حيل يعني. شكرا
جزيلا. شكرا شكرا. اشكرك عيني حبيبي الغالي. انا وعلاوي خير الحمد لله. والله يا عاد اي والله والله يعني ها محموديه نعم. محموديه شويه بيها الخدمات تعبانه. اي والله حين. اي حين والله. اي حين يعني ما اي حين والله حلوه بيها ما يعني. اي والله يعني يعمان حين يعني حتى عالمها يعني يعمان حين يعني يعني حين. وضعهم المادي تعبان ولكن هي يعني تمتاز باهلها الطيبين ان شاء الله. هي لا رحم الله والدي. مشكور اخوي مشكور. صباح النور. هاي شنو جايبها؟ هاي كرتون. هيك شنو بيها؟ طور طور. هناك؟ اي استاذ علي اريد اوجه لك هاي الرساله توجهها لمن؟ الى سجناء سياسيين مؤسسه السجناء مو المحكومين. انا معتقل 91 بالانتفاضه الشعبانيه. عندي شهود اثنين رادوا على موجب يم القاضي لقمان جاسم السامرائي ابو مؤسسه اللي بشارع المغرب. فانا من واجهته راد الشهود يثبت بان انا معتقل بالانتفاضه الشعبانيه، انا معتقل من كربلاء وسكني بغداد. فمعتقل بالمخابرات من المخابرات الرضوانيه ومن الرضوانيه لرقم واحد ومن رقم واحد طلعت. فاكو عالم هسه يصدق عليها محكومه على سرقات. يسوون بالجنايات بدل ما سرقه 60 ورقه او 70 ورقه يسوي شنو؟ محكوم. صحيح هو محكوم على سرقه بس ما محكوم على ما 20 تهجم على صدام حسين. احنا معتقلين من الانتفاضه الشعبانيه ناظرنا لهم وسوينا اللي نريده. هاي قضيتك اللي انت قاعد تحكي بيها اغلب السياسيين نفس هاي القضيه تمررت وصارت ويتمتعون بها. هسه جاي يحسب لك يحسب لك 28 يوم، 28 يوم انت معتقل سنه وين اكو واحد معتقل من المخابرات او الرضوانيه بوقت صدام يعتقل 28 يوم يطلع؟ ماكو شيء. يحسب له 28 يعني مو في سبيل شنو يستلم حقه؟ ايش قد ينطي؟ يعطي 5 ملايين. زين عيني؟ يا مثلا ما ينطي يعطي رد الطلب. يسوي بالتظلم، من يسوي بالتظلم عاد يا صادق عليه ما صادق. فهم هذه القضاة يعني هم قضاة شرعيين مو مؤسسة. هم قاضي شرعي يعني ما طلاق ما طلاق. فما عنده معلومات كاملة عن الانتفاضة 91 او 78 او 76 هذول اللي حزب الدعوة وحزب الشيوعي. فأنا من قدمت وجبت الشهود، الشهود معتقلين بجريدة الصباح اخوانهم معدومين منفذة، جابوها من جريدة الكويت. عرفت شلون؟ وأنا اسمي بجريدة الأحرار معتقل. والمحكوم منفذ بهم جابوهم هم طلعوا. الشهود يقول لك هذا كان جاي بالمخابرات وسبب اخوتي. فمن طلع انت ليش ما دي صادق؟ مو بس انا حتى المحكوم على التهجم ما دي صادق. فاريد يعني هو الاستاذ لقمان جاسم السامرائي هو اللي قاضي مال المؤسسه نوجه له هاي الرساله يعني، يعني الناس اذا سرقه تقرا ترفع مع عمل. شكرا لك عمي وانا اوعدك راح اروح مؤسسه السجناء عندنا لقاء وياهم قريب. الله يساعدك مولاي. شلونك سيد؟ الله يسلمك. شلونك سيد؟ الله يسلمك ويعافيك. الحمد لله الحمد لله. انا عندي شهداء اثنين. الله يعينك. ضحايا الارهاب. فرد يوم قدمتهم فرد يوم اثنين هم قدمت معاملتهم. واحد اخروا وواحد قدموه. وين قدمته؟ قدمتها ناحيه المأمون. نعم. ايه نعم الله عليك. فقدمتهم نفس اليوم ونفس الدقيقه نفس الساعه. واحد أخروه والآخر قدموه. هذا ابني الصغير اسمه خضر. ايش كاتبينه؟ كاتبينه خضير، خضير فاضل حسين علي. زين؟ فقلت لهم يابا ابني اسمه خضر مو اسمه خضير. فتعطلت يعني ظلوا يراوغون لحد يومنا هذا من سنة 2007 لحد يومنا هذا. زين؟ سيد انت قاعد تستلم الرواتب لو ما تستلم؟ ما استلمت راتب العائله ابني يوسف هذا. بس خضر ما استلمت؟ لا لحد الان لحد الان يراجعون علي. انت 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 بمؤسسه الشهداء ضحايا والارهاب مو صحيح؟ اي اللي مقركم الرئيسي بالكراده يم استاذ طارق المندلاوي. اي هذا لا هنا المقر هاي مال لجنه التعويضات هنا بالمحافظه. هنا بالمحافظه شارع الرشيد. وبعد اخرى المناطق اكو مناطق مستهدفه يعني شاف ان المياه بالنهران يابسه والزروع كلها يبست. فهذه الامور مستهدفه فالنفاق والشقاق قايم. فاحنا نريد الراعي اللي يرعى الغنم صحيح
اذا راعى الغنم صحيح الغنم ما تشت، ولكن الراعي اذا مبطن الغنم تشت، فهم علي؟ فاكو مثله بغداديه يقول الكلب لو ما قواد الواوي ما يفرخ بالتبن. شنو المثل؟ المثل يقول الواوي لو ما قوا الكلب لو ما قواد الواوي ما يفرخ بالتبن. اي والله مثل. اي هذا والله مثل. اي اي الشكر لله. استاذ علي استاذ ما عندي شيء وياك، احنا من اهل الدياله. نسلم عليك. اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. بخير الله يسلمك. شلون هدياله؟ والله بخير الحمد لله، كلتنا بخير. شلون يعني من ديال البغداد تقريبا شي ساعه، مو اليوم جمعه ماكو ازدحامات، وهاي تقريبا ساعه طبينا اللي جاي. بس اهل ديالك كلهم يحبوك ويقدروك ويحترموك وبارك الله بيك. الله يعزك. الله يعزك. الله يرحم والديك. مشكور. عندي وقت مفتوح احمل امه. انا مو من خطر عليك من الحله. والله والنعم. عندي مرضى اثنين معوقين قاعد بجار، حالتي تعبانه حيل. شنو ممكن انت ما عندك راتب؟ لا لا ما ولا قدمت رعايه؟ لا قدمت بس بعد الياس. يلا احنا نتابع وياك. استاذ علي سجل رقمك هنا وناخذك ويانا للرعايه وبخدمتك. استاذ علي عندك حبيبي. بس دقيقه بس دقيقه بس دقيقه اهدأ وانا يمك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. تفضل حبيبي. استاذ علي عيني. انا اخوي شهيد من 2006. اخوي شهيد من 2006. مشينا معامله مشيناها من الشعله جابوها المحافظه. بالمحافظه اي محافظه بغداد. الشعله وين؟ بالشعله منطقه الشعله. الشعله بيا دائره بدي دائره بالشعله من ناحيه الصدرين. ادري بيا دائره بيا مكان. هو من الناحيه جابوها للمحافظه. اي من قضاء الشعله. من قضاء الشعله. استاذ علي انا ما قاعد افتهم. هو مقدم معامله مقدمها بالشعله وطالع شعله بيا دائره بيا مكان بيا وزاره. من الناحيه جابوها للمحافظه. من الناحيه اي من 2006. من 2006 لحد الان. وعندي بنات اثنين بنات اخوي شهيد. قل لي معامله ما شنو؟ ما شهيد اخوي انقتل ب 2006. زين. وما انطوكم ولا راتب؟ لا تعويض ولا راتب. ابدا؟ ابد. زين انتم مو مقركم بالكراده مال مؤسسه الشهداء مال الضحايا والارهاب؟ لا بال بال بالكاظميه. اكتب رقمه. يعني انت بالتعويضات مال المحافظه. خادم خادم احنا ناخذك بخدمتك عمي. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. الله يخليك. عزيزي الموضوع على مشاكل يعني قصدك؟ والله أنا يعني سابقا كنت رئيس قسم المتابعة بمجلس الوزراء على مؤسسة الشهداء. فتقريبا سنة 2007 ويا تأسيس المؤسسة كنت أحد يعني تقريبا مؤسسين وياهم. كان بقيادة الدكتور خلف عبد الصمد هسه حاليا محافظ أصور رئيس محافظ بصرة. كان سابقا كان محافظ وقال بالوقت الحالي عضو مجلس النواب. عضو مجلس النواب على العموم سلامي للكل. ف بقيت تقريبا اداوم لمده 2008 من 2007 الشهر الثاني لغايه 2008 الشهر العاشر تقريبا. قدمت استقاله باجبار. اجبار من من؟ والله صراحه رشوني. رشوني وما قبلت الرشوه نهائيا. فلحوا علي بانه اغير كتب وما ادري ايش وهاي وما اجيب ما اريد اجيب طاريهم. فقدمت الاستقاله وحتى الدكتور خلف قال لي ماني ما اقدر اسوي لك فالشغله لانه شغله محاصصه. فانجبرت صراحه انجبرت انا اقدم استقاله واطلع. اي فنريد حقوقنا صراحه يعني. انت ما انطوك اي شيء بعد؟ اي شيء ماكو. كنت من المتعاقدين ويا المؤسسه سابقا وهسه صاروا يعني توظفوا على المؤسسه وانا اخو خريج دراستي انا. اي والله. أي. الله يخليك. شلون صوتنا يوصل؟ احنا موجودين وهسه الان متابعينك. هذا اللي قدمته هو هذا وظيفتنا ان احنا نقدم اصواتكم والشكاوى والاشياء اللي انتم مسجليها من بدوائركم بحياتكم بمناطقكم بمحافظاتكم حتى بالتالي المعنيين يشاهدون اللي قاعد يصير. واكو معاناه رقم اثنين هذا طبعا دمر العراق هاي المعاناه اللي هو كنسميه بانه سمحوا
لأن بيوت 400 متر تتقسم إلى 25 متر وما أدري إيش، هذا طبعا يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى مجاري، يحتاج إلى مي، تدمير الشارع، حفريات تصير به وإلى آخره. بدال ما أسع أكو بيتين يمنا صاروا 28 بيت، بيتين صاروا 28 بيت، فأرجو أن على هالحالة هم. شكرا. هاي بيوتنا من 1000 متر 600 متر هسه 25 متر. هلا حبيبتي شلونك؟ تعي تعي هنا خلينا نسلم عليك. شو اسمك انتي؟ شو اسمك؟ ما اعرف. ما تعرفين اسمك؟ شو تشتغلين انتي؟ ها؟ هاي سورية صح؟ انتي سورية؟ ايه. والنعم والنعم. السلام عليكم. تعالنا على الطريق بس. السلام عليكم. بس هنا تعالنا الطريق. السلام عليكم استاذ علي. فرصة طيبة ونشكر قناة الشرقية. استاذ علي انا عندي مناشدة للخيرين. استاذ صار لي سنة اركض. اتمنى التقي بحضرتك، وهسه جيت من المتنبي قالوا الاستاذ علي بالرصافي. اتشرف بي. انت شرف، عندي اولاد اثنين بهم ضمور بالدماغ، ناشده الخيرين، وردت يعني راتب من رعايه، مساعده خيرين، اريد من حضرتك يعني. انت من يا منطقه؟ من الزعفران يعني. نعم والنعم. ابشر حبيبي، احنا ناخذك للرعايه، وهذه دعوه لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه الجديد، يجب ان نفتح باب التعاون فيما بيننا. هذه دعوة لمكتبك الإعلامي وللإعلام والعلاقات بصورة عامة بالوزارة. كان هنالك باب التعاون وجسور التواصل مفتوحة ما بين برنامج كلام الناس ووزارة العمل. في الوقت الحالي هذه دعوة لجنابكم أن نتعاون مع بعض من أجل المسكين، من أجل الفقراء، من أجل شبابنا وأهلنا. حبيبي خلي رقمك حتى نروح للرعاية. حاضر. صار سنة أدور عليك أنا. سنة كاملة دور عليك، بس اريد اليوم اشوفك. ما اليوم انا يمك، اليوم لقيت بيك. انا يمك سبحان الله. انا اخوي استشهد بال 2012 فوج طوارئ بغداد التاسع. قمنا دعوه الفوج لزون المركز، مركز سبع البور. رحنا مركز سبع البور قالوا الجريمه المنظمه، رحنا الجريمه المنظمه قالوا مكافحه جرائم الارهاب. وعن طريق العشائر قدرت اوصل حبيبي، وعن طريق العشائر قدرت اوصل القاتلين. القاتلين اربع اخوان واحد من عمهم ساكنين سبع البور بقريه صلاح المصلح سعيدات. ايوه وصلتهم عن طريق عشائر، ولحد الان يرابطون بسيطرات ولا لا يقلون قبض عليهم ولا يلزموهم، ومرابطين بسيطرات لحد الان. يعني عندك امر القاء قبض وما ما يلقون القبض؟ لا لحد الان ما اصدر امر القاء القبض بهم، ومرابطين بسيطرات. يعني هاي شنو يعني شو تفسروها انتم؟ زين ليش ما يطلعون امر القاء قبض؟ مرابطين بسيطرات ولازم سيطرات، شو تقول بها انت؟ انت ليش ما قدمت الدعوه حتى يلقون؟ اربع دعوه. بالشعب الخامس قدم دعوه، مركز سبع البور قدم الدعوه، فوج طوارئ التاسع قدم ما عندك الادله الكافيه انهم كامله؟ ما اعرف القضيه مضمومه، ما اعرف شنو، ما اعرف هذا الشيء. قد قتلوا من عندكم؟ خمسه قتلوا بسيطره، سقطوها برمضان ويا الفطور. خلي رقمك هنا حتى نتواصل مع وزاره الداخليه يتصلون بك ونتابع القضيه. ابو اي وزاره الداخليه السلام عليكم، شلونك خوي؟ الله يسلمك. علاوي من المحموديه. قدمت اسمك علاوي؟ قدمت زين تدلع روحك تقول علاوي. قدمت هاي مال العاطلين الالبسه الجاهزه من 2017 هسه 2018 وطوني وصل لحد الان مسدود. صح عمي، طالما انطوك وصل التخصيص المالي من وزاره الماليه بعد ما واصل ان شاء الله بهذا التشكيل الجديد وبهذه الحكومه الجديده عسى ولعل ان يطلق، واتصور انطلقت كم دفعه باقي، يعني انت امورك سليمه بالايجار وعند مريض ما بيها استثناء صدق. السلام عليكم علاوي، شلونك؟ بارده اليوم؟ لا والله جيت من البصره. اي والله من شلون هالبصره؟ الحمد لله بخير، الجو حلو والله من المعقل. الله ينعم معقل. اقول ولايتك معقل و50 حوش. الله يخليك. لا انا عايش هناك كنت ابو حسين، بس نطالب وزاره الدفاع تفعيل قانون التقاعد. يعني هسه انا خدمتي تقريبا عمري 53 سنه وخدمتي صارت 37 سنه، يعني شو كنت اطلع يعني زيد يصير عمري حتى اطلع من الجيش ارتاح يعني. ويطلعون نحن وبعدين يجيبون شباب، هاي الشباب يلبس هاي المكلفين، يلبس مكلفين ويطلعون نحن. اعطي هذا 500 بدل ما انا يعطيني مليون مليون ونص، اعطي 500 لذاك، اعطي 500 لذاك، اسمع وطي هذا 500 واطلع العالم ومشي الامور. يعني ليش هسه انا ايش قد يعني هسه انا ايش قد عمري؟ يعني مو هسه انا 53 سنة ها عمري، 37 سنة بالجيش،
يعني ايش قد شو كنت تطلع يعني لو انا اموت؟ المفروض هاي وزير الدفاع هسه الجديد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا. الله يعزك. انا من بغداد من الدوره من الدوره. الله يعزك. والله زين الحمد لله. والله ان شاء الله تبشر بخير. ان شاء الله. احنا لازم نتوقع الخير لان ما حد يتوقع الشر. هي هاي كلمة الفقير هاي. هي هاي كلمة الفقير. الله كريم. الله يصير كذا هيك غير رحمة الله واسعة. بس هاي القطوعات مال سوق الغزل مثل علينا هواي. والاعداد كبيره ما يخالف لعب قبل ما كانت الاعداد كبيره ان شاء الله بس اكو نظام اكو حريه اكو طرد اكو ماكو ماكو وين اكو حريه فعلا ماكو تطب الدربونه يقول لك وين بدا يدعبر يقول ارجع ارجع صاحبه عبره وين ارجع ليش وين ارجع وين ارجع منين انا جاي من الهند ما يصير يا استاذ علي ما يخليك تفوت ارجع تعبر صاحبه عبره روح قل له روح ما يعبره كلك ما يعبره لا احنا نتحدث مع قائد عمليات بغداد وقائد الشرطه وبالاضافه الى نائب قائد عمليات بخصوص انسيابيه السير للمواطنين دخولهم بيوم الجمعه مو بيوم الجمعه يوم الجمعه للغزل بسبب الزخم صح كل الواقفين يعني هو الزخم عدد كبير ما يخالف بعد قبل ما كان كبير كان اكبر والله العظيم يعني هسه انا رحت دا اعبر للشورجه افتريت كل هاي المساحه دا ارجع للشورجه وانت هسه شوف بنفسك شوف ما يعبرك لك ما يعبرك بس شوف عمي في بعض الاحيان القطع انا احكي على القطع اما 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 الاسلوب هذا بحث اخر اما القطع في اشهر الشوارع شانشليزيه باريس بيوم الاحد يقطعونه بسبب الزخم يعني هذا وارد وارد ولكن طريقه الاسلوب والاولويه لفلان وفلان هذا لا اسلوب ماكو هلا عمو هلا شلونك؟ هلا استاذ علي مبارك شو اخبارك علاوي؟ انا من الفضل كم مره جيت التقيت قلت لك عندي شغله شغلتي مال السياسيين عندي وحده توفت بيران قبل المقبور فالحقوق موجوده قبل المقبور محجوده المعامله جيب المعامله جيب الشهود انا شاهد شاهد واحد ماكو هاي بالحله شاهد ماكو قلت له اعطيني ورقه خل اروح للقبور عشان يقول ابو شيء طلع لك واحد من موته يشهد له نهايه ماتت بيران وانا شهاده الوفاه جبتها فش يردون 40 ورقه واسطه يلا مشوا لك المعامله ليش؟ لان احنا ضحينا انا عمري 70 سنه قادسيه وهاي بلا بلاتين سكر وضغط ما خليت مكان ما افتريته عمي اهدأ وانا اني اني اوعدك اخذك ويانا مؤسسه السجناء وتابع قضيتك وقلت لك هناك وقلت لك بالعلم ما اتذكر بس هسه هسه اقول لك هسه اي صار هواي من جناكم الفضل هواي هواي عموما احنا ناخذكم مؤسسه السجناء بالنسبه لنا شكرا مخدومين من كل الخير ان شاء الله خلاص احنا 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 ناخذكم بحق محمد وال بيت اللهم امين صار بس عندي موضوع انا قاعد اتجاوز اكتب رقمك عمو صقع تجاوز وراتبي 300 لا مؤسسة السجناء اللي هنا لا احنا نروح للمقر الرئيسي هم يحولوك بس انا قاعد تجاوز وراتبي 300 ما عندي قاعد اشتغل بشركة مال سيارات يعني مو حكومي لا لا اهلي ويقطعون من راتبي يقطعون من عنده دائما يعني دائما قاعد تجاوز وما عندي متزوج عندي 2 جهال وقاعد تجاوز وما عندي يا منطقة؟ أنا من عويرج بعويرج قدمت على رعاية ماك قبل سنتين قدمت ما طلعت انطوك وصل؟ طواني وصل وماك شو وراك؟ على السنة الجديدة راح يطلقون سمعت إن شاء الله صار إن شاء الله بس عن نظرة بس معنى ما تقدر يعني تريد ناخذك ويانا حاضر اي حاضر حاضر بخدمتك صباح الخير صباح النور شلونك؟ الحمد لله ماشي الحمد لله من بغداد من بغداد من بغداد مين؟ من المنصور والنعم من عندك، شنو الأخبار؟ والله ماشي الحمد لله، دا أنا بالمطعم وهذا ليش ما عندك مكان تنام بيه؟ لا ماني مطلق مرتي ودا أنا بالمطعم الله يعينك يا عمي الله يعينك أنا عندي بس شغلة بالأوقاف، أنا عندي خدمة 18 سنة إي قدمت معاملات مال إعادة الوظيفة الوقف السني قدمت هذه يقول لي أسبوع الأخ أسبوع الأخ وماكو يعني حرامات هاي 18 سنه خدمه عندي ما ادري اسوي لها تقاعد ولا تعال تعال
مشكور مشكور عمي، ابشر ناخذك ويانا للاوقاف. الوقف السني في منطقه القريعات لا بالغزاليه. نروح نتابع قضيتك نشوف ليش هاي 18 سنه. تعال بالله تعال. هاي شنو هاي؟ حيه. هاي صدقيه؟ لا كذابيه. اه كذب هاي؟ لا صدق. بس هي مالته مالته طيب طيب. انت تربي حيه؟ لا لا والله. اشتريته؟ ايه. ليش يشتري؟ شو تسوي بيها؟ يردون يطلعون منها دين ما شعر. هاي الحيه وزير التعليم هذا سوى بينا هيك. وزير التعليم جاي ناجده من هنا على مود النظر شو اسمه بقضيه التحميل، احنا طلاب الكليات هذا اهم شيء. يعني دمرونا صدق من خلال قناه الشرقيه جاي ناجده. وزير التعليم العالي شوف لنا وينظر بقضيه التحميل. لان صدق تعبنا احنا طلاب جاي على مدرس وهاي راح نعيد سنوات الله على مود المدرسه بس اي والله الله هاي عمي اخذها خاف تاثر عليك لا ما تعب انت ما اخذها شو تسوي غرفتي سوون منادين ما شعر كتلونه يطلعون منادين شعر وهاي شغلتك تشتري وتسوي على مود المدرسه مال احنا طلاب سادس في المدرسه يعني صار اسبوعين ماكو يعني نروح ونرجع ورانا وزاره يعني طبنا بتحل المدرس اول شيء ما لديه يشرح ما يعني ماكو قليل تروح ترجع لو طالب لو طالبين وترجع والله مشكله هذا مستوى التعليم بهالطريقه يصير يعني كارثه صار شورانا وزاره يعني اكثر راح تعيد على مود لو المدرس وش المدرس لو وش الطالب فالمدرس له تاثير على الطالب طبعا بس على مود التربيه تحكي بس اشكرك شلونك زين جايب لي ماي ايه والله والنعم والنعم من عندك شفت انت ما جبتوا لنا ماي الكبار شوف هذا جاب لنا ماي والنعم منك شو اسمك حسين حسين ها؟ ايه مشكور مشكور وانت كريم حسين مين؟ من العراق كل احنا من العراق، تمين بالعراق؟ ها؟ وين بيتكم؟ بالفضل والنعم مشكور الله يحميك هلا اخوي شلونك؟ حبيبي السلام شلونك؟ شو صار؟ الله يخليك حبيبي انا طقت علي عبوه زين وحالتي حيل صعبه لا اقدر اشتغل هاي بيها بلاتي قد العجز مالتك زين ما اعرف الملفات ضاع من عندي زين وين طقت عليك العبوة؟ الشهر العام على السريع مقابل ما سجلوا ما سويت معامله؟ عند الامريكان خذوا الامريكان ظلت المعامله عندهم طلعوني فانا جسمي كله متهدي لا اقدر اشتغل لا هاي عمليه بطني رجلي جسمي زوجة عمي؟ متزوج عندي جهال اثنين لا شغل ولا عمل وقدمت على الرعايه؟ قدمت هاي ما عطني عنا العمل وطوني وصل وصار ثلاث سنين كشمو لا هسه هذا الوصل ممكن انت تروح تراجع به راح يخصصون من وزارة المالية دفعة جديدة حتى يفعلوها لأن صار سنتين ماكو ولا صار على اللواي من 2003 حسب معلوماتنا يقول لك ماكو شلون هذا مشكور أنا طالما عبالي ما مقدم معاملة إذا مقدم خلص إذا ما مقدم أخذك وياي سؤال رحمة على والدي ليش ما تجي لديالة بس من بغداد شوف معاناة ديالة ليش ما تجي يعني معاناة ديالة شوف ليش بيها معاناة ها؟ لا ما عندنا عايشين احنا ورا وين شوف الطساس شوف الضيم شوف المي فيضانات شوفها كلها نص البرلمان العراقي من تاسس لحد هذا اليوم نصه من دياله وذا من دياله شنو الفائده عمي؟ شنو الفائده؟ اكلها من دياله هنايا اسالهم اهل دياله كلها عندنا شارع براسه خير عندنا مجاري مدخل ومعه واحد هذه المدينه الجميله ام البرتقال البرتقال كل شيء ماكين الله وكيلك سوى كلها بيوت والله العظيم تعال شوفه تعال لدياله وشوف دياله بس تعال لدياله كل شيء ما اريد من يمك نوابكم ما خاطبتوهم هاي الموجودين تصورت الشارع مالتنا والحي الصناعي وشارع يربط بين الجامعه والبعقوبه ماكو يعني هي كلها طسات شارع ما عندنا شارع تمطر منا تفيض العوادم اسالهم هاي دياله كلها اسالها اي والله ابن دياله يعني المركز مالتها كلها طسات مركزها يعني زين مو وضع زين وضع الام زين دياله كله زين بس عندنا الشارع اللي يبدي الشارع اللي من المجسر الى كليه جامعه منتهي يعني ماكو مسؤول يدي يشوفه احنا كنا من دياله مشكورين قريبا يبكم قريبا عندكم بس سؤال واحد الله يسلمك عيني والله فد مره وضعنا مو زين ورجلي مضروب انفجار وبيتنا فد مره تعب ما انطاكم راتب؟ لا والله كل شيء ماكو ماكو والله وين راجع؟ راجع هو غير شو اسمه والله العظيم راجع وش قد وهاي وماكو كل شيء
أبايا تواصل ويا أختنا العزيزة، إذا بالرعاية حتى نتواصل وياها، وإذا مؤسسة الشهداء والضحايا والإرهاب يمسى طارق هم نتواصل. انفجار رجله. لا ما الضحايا، ما الضحايا إرهاب. وين يعني هو كان بعمل يعني شو؟ اي كان دا يشتغل والله، وعبوه طقت عليه برجله وصور. ناخذه ويانا للمؤسسة الشهداء، مو الشهداء، القسم الضحايا والإرهاب. عندي سؤال واحد، تدل أمك. السلام عليكم. متضايق لان صار لي فوق شهرين طير وراك. والله العظيم بيناتنا الله. بس على مود العفو في دول قلبك استاذ علاوي. مالتنا احنا مال جماعه بيجي. شاركنا بالمقاتل وشاركنا بالعمليات وانا احد من احد السبايكر اللي طلعوا. بس سيد العوده مالتي انا 2017 هربت. في دول قلبك يعني، بس ممكن تظهر على حالتنا احنا اللي احنا والله العظيم. لا لا احنا شوف. شوف. يا شباب. شوف احنا احنا لما نتواجد بين الناس يعني هذه معاناة وهذه اصوات الناس. في بعض الاحيان المسؤول مشغول، والدليل قبل شويه جونا من دياله، نواب دياله يمكن ما يدرون بهذه المعاناة. عليه هذا البرنامج ينقل اصواتكم، هذه الاصوات لدولة رئيس الوزراء الجديد والتشكيل الحكومي الجديد. هاي معاناة الناس، هاي مشاكلهم، قضية العفو، قضية المفصولين، نهاية الخدمة، التعيين، يعني أشياء بسيطة جدا ولكن يجب متابعتها، إطلاق الرواتب العمل بخصوص الرعاية، الضباط السابقين، أشياء بسيطة. جمعنات ثلاث مرات حميته، جمعنات حتى الصوابط، جمعنات قاعد عملها صلاح الدين، يعني ذاك اليوم أقابله يقول لي لا أنت ما تقابلني، أنت ما جيت يمي. شو ما جيت مكانه، والباج مالتي هياته عندي بعده. شكرا. انا اريد اسال بس على جماعه الرعايه. انا عندي معوق 22 سنه عمره، يعطوني بالشهرين 200,000 وهو يومية حفاظاته ب 5,000 دينار، شلون حسبوها؟ وخلي يطلعون عليه ويشوفونه رجال ممدد منه اللي غاد، يومية 5,000 حفاظاته، وهم يعطونه كل شهرين 200,000. يعني هي ترهم، يعني هم ياخذون ملايين والمعوق يعطونه 200 في كل شهرين. شكرا جزيلا. ثانيتين من وقت. السلام عليكم. بس قبل فتره عرضت حلقه انه بوزاره الداخليه بشغله النفوس، فاذا امكن اذا عندك مقابله وياهم. عندي شغله نفوس، ماذا جاي يصير؟ خادم. رقم السجل لو خادم وممنون تدلل. ابو ايه داخليه هنا. الله يسعدك. الله يحفظك. شلونك بعد؟ الله يخليك. خير شلونك؟ والله عاد سائل بس الرواتب مال العاطل شلون زيدوها. اي والله ما جات كيفينا يعني بالزعفران جس دياله. والله تعبان، والله العظيم من كل النواحي تعبان، من العيشه، العمل ماكو، اوضاع تعبانه، خدمات تعبانه، يعني كلها تعبانه. واحنا ناس عاطلين يعني يعطونا كل شهرين 350. لا ايوه اي والله يعني. شكرا جزيلا حبيبي، رحم الله. السلام عليكم. الله يسلمك. شلونكم؟ جيرين. عد انا من الصالحيه، من المجمع مال الصالحيه. انا عندي زوجتي مسوي عمليه مفقره الخامسه والرابعه وسقطت بالجمله العصبيه. وهسه انه بيقول لك تعال عيد لي عيده، سقطت هي ما ناجحه هنا، وانا اريد من الله. سويت العمليه؟ عمليه بالجمله العصبيه، سقطت العمليه. هسه قالوا الا توديها للخارج. انا ما عندي، انا رجال اشتغل عامل وتعبان، يعني حالتي قاعد بالمجمع، اريد من الله من عندكم للخارج. قالوا الا بالهند يلا سر. احنا ما نقدر نسافر للخارج يا عمي، تدري احنا مو مؤسسه حكوميه، بس احنا نقدر نوصلك مدينه الطب. اي بيدك تاخذك انا مدينه الطب. حاضر. ما يخالف. ابغى اكتب مدينه الطب ناخذك. وهذا هلا حبيبي. انا القوه من الداخليه بال 2004 اعتقلونا الامريكان. اعتقلونا الامريكان من دياله. فبالسجن احنا خمس متسبين بالسجن، وقع الهاون علينا، هاونات بابو غريب بال 2004، فانبترت رجلي. فرجعوني للخدمه عادي 2017، طلعوني تقاعد، طلعوني لا باثناء الخدمه ولا من جراها. راجعت الوزاره اكثر من مره ماكو نتيجه، يعني بس اريد اقابل وزاره الداخليه. هسه طلعوني براتب 450 بالشهر، لا رجل لا حقوق لا بد. هاي الطرف خلوا لي الامريكان من فوق الركبه من طلعوني. احنا ناخذك ويانا للداخليه. رحم الله والديك. والديك. وانا يعني خصيصا اكثر من مره اجي بد ما الحق عليك، كل يوم طلعت من وقت على مودك. ابو ايه
داخلية هنا واحنا ناخذك ونتابع معاملتك وصحة وسلامة. الله يساعدك. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. احنا عندنا وياك؟ اي الله يسلمك. لارا لارا مروة. الله يسلمك. شنو شلون حلوين الله يحميهم ان شاء الله. الله يسلمك. انا بس هي مو مشكلتي، انا موظف، المشاكل عامة موجودة، الطالب دا يتعب جهد رغم الكهرباء طافية، أسئلة صعبة، عيد امتحان، صعوبة النقل، امتحان نقل، أمور يعني جدا هواية عوامل تؤدي إلى أنه الطالب ما يقدر ينجح، ومع هذا الطلاب دا ينجحون ويقدمون مستويات حلوة. القبولات ظلم، يعني أنا عندي ابن أختي طلع معدل 94 دور أول، عطلة ما عنده، كهرباء طافية يقعد بالحار يقرأ ويتعب، ويجي دمروت يطلع القبول مالته معهد طبي الحويجة 94، ترى هاي درجة كلش قوية. يوم من الأيام 59 يطب معهد طبي، معهد طبي هسه 94 96 يطبون معهد. أنا باكر طالع الكركوك راح أوديه الحويجة، يعني ليش 94؟ يعني هذا دمار، يعني اللي بصف الخامس راح يشوف القبولات راح تنكسر، وهسه ينكسر بعد ما يقدر يمتحن ولا يقدر كل شيء يسوي. تحس ان هي هجمه مدروسه لاحباط المستوى التعليمي ونفوس الطالب. اي هو الطالب هو خلص عمره يدرس على مود يتعين، شو هو يكبر ويحصل شهاده وهم ما يتعين، وفوقها ماكو. احنا بس على مود التعب اللي تعبوه الطلاب، يعني خطيه هذول شباب. الله يسلمك اخوي. شرقيه يا السباقه والله. السلام عليكم. مشكور هذه شهاده لتسجيل من مواطن عراقي. الله يسلمك. انتم انا اشكرك. الله يسلمك والله. مين التعب؟ انا مساري، ودي مساري. مساري. منطقة طارمية. نعم حالي. والله زين الحمد لله. الحمد لله. مشكور. بلا امر عليك عمري، انا اريد احكي لك بالله يرضى بي بيناتنا الله. بالنسبة لي اني لا تعيين، لا احصل لي على وظيفة. هاي عمري. لا احصل لي على وظيفة. صاحب ثلاث بنات. قدمت رعاية؟ قاعد بالإيجار، يعني تجي وشوف حالتي، أنا هيك أحكي لك إياها، مستحيل كل شيء ماكو. قدمت لو ما قدمت؟ ما قدمت. إي. بيا منطقة؟ بالنهروان. خدمتك، إحنا ناخذ لك نقدم لك. ما عندك راتب؟ مستحيل. متزوج؟ متزوج عدة ثلاث بنات. إحنا ناخذك ويانا. رعاية. شلونك علاوي؟ يلا عمي إحنا ناخذك. شلونك علاوي؟ نشرف بكم إحنا. علاوي عندي بس هاي معاملة مو شيء واقف المحافظة. تعويضات؟ بس يدفعوه من المحافظة التعويضات. ناخذك ويانا. راح أروح قريبا للتعويضات وأخذك ويانا. إي طبعا. بس أختك. ماري تصور سؤال. بس أريد أعرف شو وقت تروح للرعاية؟ عندي معوق عمره 10 سنين، وكل ما أقدم معاملة، كل ما أسوي معاملة تضيع. واحنا قاعدين هسه قاعدين في فندق بغرفه من الموصل. الله يعينك. اريد واني راسلتك ما اعرف على الموقع مالتك، ما يعني ما لا هاي المواقع ترى كلها لا ابشري. استاذ معمر الاخت هنا من الموصل جايه هنا على مود تتابع قضيتها بالرعايه، كل ما تقدم بالرعايه يضيعوها او تضيع. من الخامس وكل ما اروح يقول لي بعد. لا احنا ناخذك. استاذ معمر يقول لك دعوة جديدة ومناشدة جديدة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الجديد، يجب أن نتعاون مع بعض من أجل المواطن المسكين اللي يطلب حقوقه. طالما عاهدتم نفسكم وأقسمتم بالقرآن لخدمة الناس يجب أن يكون تعاون. إذا كانت القضية صعبة، ماكو مخصصات مالية، عدم الإمكانية أن توفر العمل ورواتب العاطلين، عليكم الانسحاب والاستقالة. طالما أنتم بالمنصب لازم نتعاون مع بعض من أجلهم، ونكون واضحين وصريحين ونتحدث وحتى تفكيرنا بصوت عالي، لأن إحنا يعني ما نريد نقول استلام الوزارة بقضية كذا وكذا، إحنا نريد نقول أنتم ناس مهنيين استلمتوا الوزارة لخدمة الناس. أكثر وزارة تماس مع المواطن بالوقت الحالي هي وزارة العمل، لأن كل الناس كل بيت بيعاطل عن العمل وبيعاجز وبمعوق بكذا للأسف. يعني أنا من الموصل
ومعوق ووضعيتي فدنه وبتعبانه وقاعد بالغزالية صار لي 4 سنوات. اذا تشوف وضعيتي يعني حيل صعبه، فاريد استاذ سعد البزاز يلتفت الي. انا من منطقته، من اللي هو المنطقه اللي كان ساكن بيها، من منطقه باب جديد. سعد البزاز من نفس المنطقه، واريد يلتفت الي. انا وضعيتي حيل تعبانه. ايش بها ايدك عمي؟ خلع من الولاده وما اقدر اسوي شيء. يعني ما تشتغل انت؟ اشتغل بيد وحده. شو اشتغل؟ تمام، ما حد يشغلني. وضعيتي فدنه وتعبانه، عندي 4 جهال. وايجار. سجل رقمه عسى ولعل ان يعني تجي له استجابه من اي شخص يشاهده. اخونا هنا من الموسى. السلام عليكم. صار من 2010 تروجت معاملته مال التقاعد. مره يقولوا لي 117 ما عندك. مره يقولوا لي قاعده بيانات ما عندك، وهي من 2010. اروح اراجع دائره المحاربين مثل ما اروح ارجع، وانا بيتنا بدياله. لا عمي ابشر، احنا ناخذك ويانا للتقاعد. ان شاء الله رحم الله. علي رقمك اكتب تقاعد. استاذ علي انا اشوف يعني رايي لو يعيدون النظر بالعاطلين عن العمل. يعني مثل عالم اكو عده والله مكينها يستلم، واللي اني هسه يعني مثلا هسه انا شفنا قدامك واقف كليتي واقف. وفي بعض الاحيان كانت هناك صفقات الانتخابات والترويج والدعايه، خلوا من هبه ودب، والمرتاح ماليا والغير مرتاح ماليا، وبالتالي ضع بكتب بنتيجه انتخابات اسوي لك واسوي لك واسوي لك وتعيينات وش اسمه، تخلص الانتخابات رجع الحال اللي هو عليه. زين المنتج يعني سعد بزاز نشكره طبعا، نشكر قناتكم زين ام الفقير ورحم الله والديكم، بس المن واحد اللي يتجه المن يعني من المن تحكي وياه، من اللي تحكي وياه ما يسمعك. لا تحدث مع وزير العمل الجديد شوفوا يبلكت يعني خليه يعيدون النظر، يعيدون نظرك على متمكنه واليه جديده غير شيء جديد. احنا ايش ننتظر 4 سنين ونروح ننتخب وهذا غير ننتظر اكو فد شيء يعني يتغير؟ كل شيء ما يتغير. ماكو. انا من منطقه الشهب، عندي اخوي فقد ب 2014 زين، جو ناخذوه من البيت زين، سيارات عسكريه مال الدوله جيش زين، اخذوه من البيت قالوا عندنا استفسار وياه، تعالوا عليه المركز شرطه الشعب الصبح. هذا ما اعرف عنه اي شيء يعني. اللي اخذوه تعرفوهم؟ لا جيش ما اخذوه زين، وين ما اروح اسال عليه يقولون ما موجود عندنا. نقدر نساعدك طالما انت ما تعرف؟ يعني ما اعرف، ناشد وزير الداخليه وزير الدفاع يعني ما اعرف اي. خلي رقمك تب داخليه حتى يمكن نتابع بالحاسبه شيء. لا ما لان الجد قدم كان يقولوا لي هاي صحوه وهذه، وانا يعني هسه قاعد وانا عندي جهال. لا والله ما عندي والله ما عندي كل شيء ولا كل شيء. ما متزوج؟ متزوج وعندي سجاد. شوف عمي ترى هو مو اي واحد، فقط للمعلومه مشاهدينا الكرام، مو اي واحد يجي هنا نقول له سجل اسمك نروح للرعايه وصرف له راتب. اكو لجنه يطلع باحث كشف، اكو ضوابط لازم الجميع يخضع لها، امر قاضي يعني اكو مراحل. باي راتب الله يشهد او اي شيء. لا ووضعك وضعي يعني انا كليتي واقفه، ليش مره طبيت عمليه وخفت وانهزمت يعني، واشتغل والله نص نهار. يلا اكتب رقمك خلي اكتب رعايه. انا طالب كليه وعلى مود اشهر واحد شمارت محافظات، وانا المعيل الوحيد لاهلي، و ذيك السنه طلع معدل 95.9 اشهر واحد اداوم مستنصريه، وهسه حاولت انقل كلش وماك يعني الا واسطه، فيا ريت يعني وزير التعليم بس يكتب يعني طلب نقل وانقل. علش يعني انا مشمول محافظات وكراوي وراحه رجعه. لا انا ما بصراحه ما تباوع عنه؟ شغله اللوريات شو وقت تنحل؟ يا لوريات يعني مال وسفيه مال حسينيه هاي الازدحام، انا اعطي 25,000 يلا عبر السيطره. سيطره الصفره؟ لا الصفره صار حولت الكركوك، سيطره الحسينيه والوسفيه، هسه ما يخلونا ننزل على الوسفيه، يقول لك على ابو غريب. من المسؤول عليها؟ ما اعرف، هو يعني تعطي جيش ووقف مرور يم الصبات، تعطي 25 يفوتك بالسونار الرئيسي. يعني هاي 25 اصوليه لو هيك من جوا؟ من جوا. يعني الضابط قاعد بالحديقه. انا سامع يقولون اكو سيطرات تنباع وتنشري وتنباع. 25 والله. بها فائده بها. يوقفون 4، كل واحد 5 5. الله عبر السونار. عمي احنا اوعدك راح نسوي جوله على كل السيطرات، اذا ما نقدر نوصل لها، نوصل قريب من عندها، نلتقي بالسائق ونطرحها امام الوزراء الجدد، وزير الداخليه وزير الدفاع، حتى يشوفون حجم المعاناه. شنو سايق؟
شنو واحد ينقل مخضر من الشمال بغداد الا ب 50,000؟ يومين نبقى بالسيطره، يومين نبقى. مشكور. شلون صدق؟ اخبارك الله يخليك. انا بقسم الاعلام مال وزاره الداخليه. تقريبا لحد الان انا مقدم بالموارد البشريه تقريبا صار لي سنه تقريبا، وقاعد اراجعهم. كل ما اراجعهم على باب 13 ما قاعد يطببوني. يا ليش ما قاعد يطببوني؟ انا عندي هامش الوزير وعندي تعيين هنا وعندي اثنين شهداء تقريبا، يا تعيينات ماكو. يعني كل ما اروح يقولوا لي انت انت تسمح لنا ناخذك ويانا الدكتور سعد معن، هو المدير بالقسم الاعلام والعلاقات اللي انت تتحدث عنه. انا شغلتي مو يم سعد معن، شغلتي بالموارد البشريه يم لواء ياسين القايدي بالطابق الرابع، هو المسؤول عن الدرجات الوظيفيه. الدكتور سعد هو اللي تبنى قضيتك الرجل. يعني هو اذا تابع قضيتك الرجل، هو متعاون مو بس الا بمكانه، هو يتابع لك كل الوزاره، هو مسؤول الاعلام بكل وزاره. نعم، وانا عندي اثنين شهداء تقريبا، مو تعيني طلع على مود الشهداء، لا طلع على التخصيص مال وزاره الداخليه قاسم لعرج الله يحفظه تقريبا، منطيني وهامش الوزير. بس كل ما راجع ما قاعد يطببوني، شنو القضيه ما قاعد تعرف. خلي رقمك اكتب داخليه، احنا نتابع لك، ابشر. الشرقية ليش ما طلعت زيارة الملك؟ هذا دخل عاجل. الشرقية ليش ما العفو تفضل. ارجع حبيبي بلش احمر، ارجع حتى عم السين، ارجع يا ولد. علاوي علاوي قناه الشرقية، قناه الشرقية تسمح لنا. قناه الشرقية ليش ما توافدت ويا زوار الحسين بمشيات الأربعين؟ ليش ما نزل على علاوي؟ لا تزعل، لا ما تزعل، احنا شعب. صلى على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انت شايف الشرقيه بالمحرم لو ما شفت؟ لا شفتها بمحرم حبيبي. عمي انا هم واحد بمكاني. شفتني بكربلاء؟ اي شفتها بكربلاء حلقتك. مباشر يم الامام نقل على هذه المشايه ذكر الأربعين سلام الله عليه. بالعاشر انا كنت هناك. الشرقية متواصلة بكل مكان. الأربعين صحيح، زيارة الأربعين أنا موجود. توافد المشاهد من بغداد. أنا موجود. بس لقاءات بكربلة. بس لقاءات صحيح بتوافد بكربلة. لا عمي صلى على محمد. عندنا هنا الأخوة المراسلين وباقي البرامج وبرنامج أهل المدينة وبرنامج كلام الناس متواصل ونقل. مشكور عمي، مشكور. كنا نتمنى راصد شيء. سلام. شفت الشرقية بمحرم؟ إيه إن شاء الله شفتها، وحلقة كاملة بكربلة. الرجال يمكن ما شايف هاي الحلقة. أنا أول شيء أحييك على هذا برنامجك اللي ينقل هموم الناس والشرقية والسباقة به شيء. إحنا عندنا مشكلتين، هي مشكلة عامة. إحنا سواق الكيات الحمل، الكي الحمل فارغة، تفتيشها أسهل حتى من السيارة الصغيرة، لأن هي فارغة وقنبورة به. يعني أكو جسور ما يخلونا نعبر عليه، مثل جسر صرافية، جسر باب معظم. يعني نطلب من قائد عمليات بغداد يعني عدد نظام هاي نعبر. يعني والمشكلة الثانية القانون من يشرع غير يشرع على الكل، على دوائر كل المرور العامة من يشرع قانون غير يشرع على كله، على المديرية وعلى مديرية. حرف الميم عنده سنوية كارت، طبعا ما حد يذكر هاي المشاكل العامة. احنا الكرتونية السنوية الكرتونية بحرف ميم، رحنا نريد نحول سيارة قالوا والله انت هاي كرتونية لازم تطلب طلب ضبارة. قلنا اوكي ما يخالف طلب ضبارة. من اجينا قدمنا طلب ضبارة 7 أشهر 8 أشهر والله ما يطلع الضبارة. ليش؟ والله المندوب ما يجيب، المندوب مفوض لازم يروح للمرور العام ما يسحب الضباير، وهاي 7 أشهر 8 أشهر والسيارات معلقة، لا احنا محوليها ولا احنا نقدر نرجعها صاحبها. يعني تروح نفس الكرتونية، صديقي عنده سنوية كرتونية راح مال الغزالية مشت. نطلب من مدير المرور ان يعمم القانون او يتابع الشغلات. السلام عليكم. ويا الله وعبيبي، هلا عليك، هلا وقويا. الله يرحمك يا علاوي. وعلي يومي يدور عليك، يومي يدور عليك. الله يرحم والديك. والله شنو شغلك انت؟ انا عندي عائله كامله كلها علي، كلها علي. عائله معامله دوت معامله بعد الاوعد دوت. وين سويت المعامله؟ دوت هي لا عائله معينه، الرعاية الاجتماعية. بعدين اللي قلت له لي الدالة حكومة جديدة.
هاي الحكومة الجديدة والوزير الجديد اجى هسه؟ ايه يدري الوزير الجديد هاي 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 عابلي ده ودي اللي قدم عليه 100 ومعوق مالي ايه قالوا لي تو معاملة جديدة ثاني حكومة جديدة ثاني حكومة جديدة لا دي اللي احنا ناخذك ايه احنا ناخذك وزارة العمل وخدمتك انت ايش تشتغل؟ ولا عاني انت ما عاد يلوموني منا وين بيتكم؟ انا ولا نانا قاعد الله يعينك يا حبيبي شو اسمك انت؟ انا احمد ايه شرب بيك حبيبي علاوي ويا علاوي على علي علاوي الله يعزك على علي علاوي اللي دم منك اللي دايل بعالمين بدل اللي ده اللي دبقان دي بدع دبي وما اللي ده اللي دم منك بدل بقان دي عد عائلة بادي أمه اللي تعبانة مشكور حبيبي الله 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 يعينك وهذه دعوة لكل الناس الطيبة والخيرة اللي يشوف محمد متواجد هنا بالشارع يلمله على مود يعيش عائلته. نتمنى من اي شخص يمتلك انسانيه حقيقيه يقوم برعايته بتبني قضيته وعنده عزه نفس. الرجل يقول انا ما اريد فلوس، اريد اي سبب اعيش به، اريد مكان نقعد به. الله يعينك. اي والله يا علاوي حبيبي علاوي اوي مشكور مشكور الله عليك. هاي ما خليه الدكتور هنا ببغداد بالعراق كله باكمليته ما صارت له كل شاره يقولوا له طلعها برا. هسه تجي ايام هاي وجهه كله ينقلب، يعني لها لحظات للموت هي والموت. فهسه ما خليه الدكتور هنا يقولوا له طلعها برا. ناخذها للجان مال مدينه الطب عمي. احنا ناخذها لجان يا اردوان. حمودي حبيبي مشكور شرفتنا اليوم. لا حبيبي انا ننهي البرنامج. مشكور يعني اللي يشوف بالتلفزيون مثل يشوف بالحقيقة، شوف حجم معاناة الناس ومشاكلهم حقيقة لا تطاق. وتستغرب يعني لما تقول ان انت عندك تشكيل حكومة، لما تقول عندك حكومة بعد تل والأخرى. نتمنى ان تساعد الناس. يعني هذا الشاب ما يريد معجزة، يقول بس اريد راتبي من الرعاية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. مشاهدينا الكرام، كان وياكم برنامج كلام الناس بإحدى مناطق بغداد قرب ساحة الوثبة. ألتقي بكم بحلقات قادمة على حب الله والوطن.